رغم بوادر الاتفاق مع الجانب الليبي على فتح معبر رأس جدير، يتواصل اعتصام شباب بن قردان مطالبين برفع التضييق على تجارتهم مع ليبيا. الناس تقول لك سيء الاعتصام حقق مطالبه ونمشوا بمبدا حسن النيه ونمشوا نخدموا من يوم لحد ولا يوم الاثنين، وفما جزء كبير زاد من المعتصمين معناتها يقول لك طالما لا توجد وثيقه ورقيه تقر بصريح العباره عن الغاء ضريبه 30 دينار وعن عوده انسياب السلع وحفظ كرامه المواطن التونسي، هذا الاعتصام سيبقى قائم الذات، لن يحل ولن يرفع الا بهذه الوثيقه. ارتهان الحياه في بن قردان بالمعبر الحدودي المعطل جعل المواطنين هنا يطالبون السلطات بتوفير مقومات بديله للتنميه، ما دفع الحكومه لاطلاق الاستعدادات لاقامه منطقه صناعيه طال انتظارها، خطوه استبشر بها شباب المنطقه مع مطالبتهم بضروره تحسين البنيه التحتيه. احنا متفائلين برشا ونحسر واحنا ان شاء الله هذه البدايه، وان شاء الله بقدره ربي معناها فيها خير وفيها اضافه لبن قردان على المستوى التنموي، على مستوى احداث مواطن الشغل، على مستوى ممكن حتى التصدير، برشا مؤسسات تولي الانتاج نتاعهم وجه للتصدير عبر معبر معناها راس جدير. شبكه الطرقات لازمها تكون معناها شبكه معناها ذات مستوى، حاجه اخرى اللي هي شبكه المياه بالجهه اللي هي شبكه معناها الامانه شبكه ضعيفه جدا. مؤشرات ايجابيه تنتظر التاكيد لتلملم بن قردان جراحها وتعيد ثقة أبنائها في الوعود التنموية. بن قردان عاصمة تونس، شعار أطلقه الرئيس التونسي السنة الماضية، إلا أن تطبيق هذا الشعار يبقى بعيدا عن واقع مدينة تمزقها إشكاليات التنمية وتتأرجح الحركة التجارية فيها حسب تقلب الأوضاع في الجارة ليبيا. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، مدينة بن قردان.